أهلا شوقا وأمانا يقصي الأحزان. شكله وشي دقيقة وشي فايز هذا؟ اصبر يا ابن الحلال ولا تكلف مي كده. وش تقول انت؟ تتوقع وش تتوقع انت؟ اول شيء خلينا نبدا من يمين. لا 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 اليمين يا ابو انا انكشف على طول. متى دخل السوق؟ انا اتوقع مع قرايه السابقه ايوه بيعطوني خبر انه يصير له توزيع حلو. بيعوا وشو؟ انا احس انه لا تخجل لا تخجل. طب بين اخوانك انت احس انه صحن حلا زي القزاز هذا. اطفال شيء؟ لا لا مو اطفال. صحن قزاز مو اطفال. ثلاث صور. يلا 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 ممكن اطفال في شنطه. جميل تقصد عيالي؟ لا لا ما يصلح بسرعه. توقع ايفونات. كفو عليك خلط. توقع يا سعد صحن زي ذا حلا ثاني. لا 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 قريب ما في اكل. قريب مره ما في اكل. حلا ما ادري وش قريب حلا. يلا انت يا محمود مصاصات. انت قلت حلا فلوس. انت شايفه شكلك. لا ما والله اقول حلا. اقول حلا زي ذا سعد فلوس فلوس. لا لا صحن قزاز سعد. شوف انت سعد. اي انا شايف هنا ريال. طيب في صورة في صورة اطفال ثلاثة لابسين قطر. سعد سعد قصدك البرا والمثنى وهذول قصدك. ما شاء الله فلوس فلوس. هدية لولد عبد الله بن دفنة مبارك. فلوس ولا وش دقيقة في اشياء جميلة. ابناء سعد مكتوب ابناء انت ما تمسخ على احتجنتني. شوف والله يستاهلوا ابناء سعد القحطاني. ابو ولدي كذا ما شاء الله. اسمع 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 صح دقيقه دقيقه. والله بالله عليك صبر. لو يوم لي ولدي هديه بروحها توفير. لا توك ما جاك شيء. لا لا زيدك من الشعر بيت. أم البراء ما ندريش في الطقم ذا. ما شاء الله ما شاء الله. وأبو البراء ما ندريش في الطقم ذا. وكان ما في مقدم إلا هو. خلنا فنزلها نزلها هنا. جيبها هنا. متفقين من أول البرنامج. تعال هنا على الطاولة على الطاولة. الله لا يفرجكم إن شاء الله. خلنا بس طلع هم من جايبها. ما أدري والله من جاي بسألهم. سعد جاب فيها فلوس حط رجله. إيه حب يا أخي بعدين شوف. بعدين تبص. يا رجل. وش عيني اي والله بفلوس. تبي الصدق عيالي ينهدون ورعك ما ينهدي. والله ما يعطى وجه حتى. ليه شفت ورعه ولا يهدي العالم كذا عاد ما ادري وين ينظر هديه. وش ذنب البريده هذا اللي بيقلبها عاطيه. تذكر ولدي تذكر ولدي مش يعرفه ما يعرفه مو من انت قال هذا ذنب. اي والله مكر. اي والله بصراحه على شو حقه يشوف معك ويشوف معك. محمود 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 شروط ولدي جاء مره حلو طالع في عبد الله ما يعرفه. لا عبد الله يسوي زي الشباب باقي الشباب انه عاطفي فقال ولدي يا ولدي 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 راح ولده من هنا. قال يا ولدي هذا انا بس نحفت بعد القرين. عيدكم مبارك ولدي. وصارت هدية لأبو البراء ولأم البراء. أشوف فيه فلوس بس ما أدري خمسة ريال كذا. جزاهم الله خير. أتوقع أن ممكن تعلمونا وش سالفتها هذه. هذه شكرا لهم اليوم اللي أكرمونا اليوم يقدمون هدايا العيد بهالشكل وبالشكل الحلو ويقولون يقدمونها للأسر يعني بدل ما تروح تدور في السوق أو شيء هم يجهزونها لك بهذا الشكل. ونقول بيض الله وجهكم والله يغنيكم ويجود عليكم. هديتكم وصلت وبإذن الله للعيد وهلي وإخوان إن شاء الله ما نأخذ لها من عندكم. لكن ممكن تعلمونا من هم يا كنترول؟ طيب طيب يلا 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 يلا. أما سعد ما صدق. سعد 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 يمين ودين ما سوى هدية من اللي ما سوى. ما صدق ما صدق. والله أقول لكم شيء والله يا شفت شعشب.